السادسة لمهرجان لوز في سنة 2016 تتميز كباقي الدورات أولا بغنى يعني فقرات البرامج وتنوعها، في حين كذلك تتميز بمجموعة من الشراكات التي تم عقدها مع جمعية المجتمع المدني بالمدينة. هذه الشراكات بطبيعة الحال مكنتنا من تعبئة جميع الطاقات الجمعوية بالمدينة قصد إنجاح يعني فقرات ما يسمى بالبرنامج الموازي. هذا المهرجان كما قلت أولا هو يبغى نشير إلى أن له ثلاث أهداف أساسية. كان الهدف الأول وهو ربط هذا المهرجان بالتنمية المحلية، بحيث أن إذا لاحظنا منذ انطلاق الدورة الأولى ونصفر أن هذا المهرجان دائما تقترب كل دورة تقترب بتدشين مشاريع تنموية أو إعطاء انطلاقة لأخرى. وبطبيعة الحال ما يميز كذلك هذا المهرجان وهو إله العناية الكبيرة ل أنا أقول تنمية سلسلة اللوز، بحيث أنه منذ انطلاق المهرجان في 2009 تم إثارة انتباه القطاع الوسيط لوزارة الفلاحة بوضعية شجرة اللوز في منطقة تفرت عموما. ما مكن يعني هذا القطاع من تحديد يعني استراتيجية للنهوض بهذه السلسلة، وهو بطبيعة الحال ما أعطى أكله، بحيث أنه اليوم نستطيع أن نقول أنه تم غرس ما يزيد عن 200 ألف هكتار من أشجار اللوز. في مشروع مثلا المشروع الكبير ديال منطقة تونين في ناحية زربي اللي فيه 125 ألف هكتار، زيد على المشروع ديال أكردودا، مشروع كذلك ديال إيغان وتهالة وأزروادو. إذا هذه المشاريع إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هناك إرادة قوية لا من طرف القطاع الوسطي ولا من طرف الساكنة لطبيعة الحال إنجاح يعني وتثمين هذه السلسلة. ثم كذلك المهرجان كما قلت من الغاية ديال الأهداف ديالو وهو خلق دينامية اقتصادية تنموية في المنطقة، بحيث أنه في منطقة خاصة نقول في فترة الشتاء والمتراوحة بين الصيفين الشتاء نقول يكون هناك ما يشبه ركود اقتصادي، فيأتي المهرجان في هذه الفترة فيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية على مستوى الفنادق، على مستوى المحلات التجارية، على مستوى وسائل النقل، على مستوى الصناعة التقليدية. كذلك هو مناسبة لتسمين المنتوجات المحلية من خلال إقامة معارض كبيرة كما حنا السنة الفارطة الذي يمكن من تسويق يعني ممكن الجمعيات والتعاون التنسيقي بالمنطقة والجهة من تسويق منتوجاتها في إطار بطبيعة الحال يعني عروض أو معرض يقدم أحسن يعني المنتوجات لهذه التعاونات والجمعيات، وكذلك أحسن طريقة العرض، بحيث أنه يتم التنافس الآن على اختيار أحسن رواق للعرض في هذا المعرض. والبرنامج كما قلت لا يهدي فقط إلى جانب يعني لا يسمى بثقافة لو نقول الغناء، لا يعمل على يعني الجانب فقط، ولكن هناك كما شرحت سابقا هناك أنشطة موازية متعددة تلامس جميع الفئات العمرية من طفولة وشباب، كذلك مقارنة نوع من حيث الأنشطة النسوية يعني حاضرة، ثم كذلك أنواع الرياضات من الإحاشة من القنص يعني ما يسمى بالرماية، ثم كذلك كرة اليد، كرة الطائرة، ثم كرة القدم، كذلك العدو الريفي، كرة الطائرة. إذن هنا يعني الشطرنج، إذن هناك رياضات مختلفة تم استثمارها في هذا العرض. هناك كذلك الجانب العلمي الذي تضمن فقرات تتضمن تنمية سلسلة اللوز، والتي غالبا ما تشرف على وزارة الفلاحة هي القطاع الوسطي من خلال بطبيعة الحال ندوات تقدم يعني لفائدة الفلاحين أو يعني مناقشة علمية تستهدف الرفع من الجودة ديال سميتو الأشجار ديال اللوز خاصة بمنطقة. إذن عموما ثم كذلك الجانب ديال التربوي، فالمهرجان على نفسه كل دورة أن يفتح يومين أو أن يخصص يومين ل يعني تمكين التلاميذ من تحديد وجهتهم الدراسية، خاصة تلاميذ السنة التاسعة وتلاميذ السنة يعني النهائية البكالوريا، من خلال حضور يعني مجموعة مفتشي التوجيه بالنيابة الإقليمية الذين يسعون على تقديم يعني آخر مسيرات في هذا المجال لفائدة التلاميذ وتلاميذ الثانوية الإعدادية
تهيليه بمنطقه تبر. اذا خصيص عموما المهرجان الحمد لله الدوره مرت على احسن مرام، بالاضافه كما قلت الى الصلاه الكبرى التي عرفت المدينه وخاصه يوم الجمع والجمعه والسبت، اضافه الى ان المهرجان كذلك عمل على احياء المول الثقافي من خلال تنظيم يوم خاص بإذنان اللي هو يوم الخميس الفارض، اللي بطبيعه الحال تم فيه الاحتفاء بهذا يعني هذا المولود من خلال تنظيم حفله وتقديم وجبات إذنان لفائده يعني سكان المدينه. كذلك يوم الاحد 8 مارس تم تخصيصه كيوم عالمي للمراه بحيث عقدت ندوات وورشات اليوم لفائده النساء، وسيتم تنظيم صرافانيه كذلك لفائده النساء في يعني في نهايه يعني الامسيه ديال اليوم الاحد ديال الاثنين ان شاء الله. اذا عموما نتمنى ان يكون هذا المهرجان قد راق الضيوف والساكنه وقدم يعني لشنا نقول قيمه ذات مضافه للمدينه، خاصه انه تم افتتاح من خلال قاعة مغطاه للرياضه، واهم مكسب تم تحقيقه لفائده الشباب في المدينه، بحيث انه تم الاعتماد على هذه القاعه حتى يتم بها توجيه الشباب وتربيتهم. كذلك تم افتتاح كذلك المعرض او المركز التكوين المهني اللي هو بطبيعه الحال اللي شئنا نقول مؤسسه جديده بالمدينه، ستفتح افاق واعده امام الشابات والشباب في المنطقه عموما. والسلام.